ربنا يستر بقى. تيجي بقى نام عشان في ايه يا ليش؟ عشان خاطرك. في ايه يا ليش؟ عايزه اروح. أنا يا عم في ايه؟ يا انت ضارب ولا ايه يا عم انت؟ هنام غصب عني. هنام انا بحبك. هنام هنام انا موت نفسي عشانك. ابوك كده بقى في مزنق. انا هتجوزك غصب عنه وعن النون. يعني هنام رد عليا عشان خاطر النبي، عشان خاطري انا، عشان خاطري انا. غبي انا، انا انا غشيم، انا حمار، بس والله العظيم بحبك وربنا المعبود بحبك. انا اللي يقول لك عليه خده على طول، حتى لو 1000 جنيه. حتى لو 1000 جنيه يا خديجة. يا سلام، ليه بقى خديجة؟ أنا فاهم دماغ يوسف، دي فرصة ما بتجيش كل يوم، وبعدين دي قناة متشافة وليها جمهورها. أثبت نفسي الأول وبعد كده بطلب اللي أنا عايزه. أهو شرح لك، أهو دي فرصة يدفع عليها فلوس. أقول لك ما كانش حد عبرني يا يوسف. جرايا أبو علي، ده إحنا أكتر من إخوات. الله أكبر الله أكبر، خايف عليكم من الحسد، لازم أرقيكوا حالا. منزل الأستاذة خديجة عبد الحكيم؟ أيوة أنا خديجة. البوكيه ده لسعادتك يا فندم. أنت متأكد؟ الوصل معايا بيقول كده يا فندم. طيب شكرا. العفو يا فندم. ألف شكر. العفو يا فندم. من مين الورد ده يا هانم؟ لأجل الورد ينسي العليق. الورد ليك يا يوسف. العليق؟ أنا برضو علق يا أبو علي. الملف السعدي يا أخي حبيبتي. ما هو المثل بيقول كده. ماشي، مين اللي بعته؟ لم أشعر في حياتي بتلك الألفة وكأني وسط أسرتي إلا أول أمس. أشكرك خديجة هانم على الدعوة الكريمة. مي سليمان. بسم الله ما شاء الله، إيه الأخلاق العالية دي كلها؟ يوسف البيت دي زي الجوهرة، ما تضيعش من إيدك. جرى يا جماعة، هو أنا هتجوزها عشان عزومة وبوكيه ورد؟ السلام عليكم. مين معايا؟ اهلا يا مي. انا طلبت قبلك لوحدنا عشان نبقى بعيد عن جو الشغل والاستوديو. بص يا مي، انت عارفه ان انا شخصيه عامه، ما ينفعش اقعد في مكان عام مع واحده. انا اسف طبعا ان بقول لك الكلام ده، بس انت عارفه التربص بالشخصيات الاسلاميه من التيارات الاخرى. انا عارفه الكلام ده وفاهمه كويس، عشان كده جبتك هنا. انت شايف المكان هادي ازاي، وكل الناس اللي بيجوا هنا ملهمش اي علاقه بالقصص دي. امري معايا. انا اللي تحت امرك. مش فاهم. بص يا يوسف، واسمح لي اقول لك يوسف من غير شيخ ومولانا والحاجات دي. طبعا اتفضلي. يوسف انا بحبك. انا عارفه ان اللي بقوله ده ممكن يبقى غريب، بس انا شايفه ان ما فيهوش اي حاجه. السيده خديجه رضي الله عنها، رضي الله عنها وارضاها، هي اللي طلبت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انها تتجوزه، وانا شايفه ان ما فيهاش اي حاجه اني اقول لك اني بحبك واتمنى تكون جوزي. انت جميله وعلى خلق ودين، واي راجل يتمناك. بس انا بقى مش شايفه اي حد غيرك.
إلا لو ما كنتش عاجباك. لا إطلاقا، بس أنا شايف إن إحنا ما نعرفش بعض. يمكن لما تعرفيني ما تحبنيش. يعني؟ يعني متهيألي نستنى نعرف بعض أكتر. يا قلبك يا أخي، وهان عليك تكسفها؟ ده جوازي خديجة، ما ينفعش أدي كلمة وأرجع فيها. كان لازم أدي لنفسي فرصة. والفرصة دي بقى لحد إمتى؟ مش عارف، ما فكرتش فيها غير إن هي بنت صاحب القناة وبس. أمال عاوز تفكر فيها إزاي يا مولانا؟ مش أنت بتقول إن الحب بيجي بعد الجواز مش قبله؟ مش عارف يا خديجة. مش عارف إيه؟ مش عارف إذا كنت صح ولا غلط. خديجة أنا تعبان وعايز أنام شوية. ماشي يا مولانا، تصبح على خير. أنت من أهل حبيبتي. كام يا عنتر؟ 5000 جنيه. وانا كلمت خالي في الكويت هيبعت لي بكره تحويل بخمسه كمان. وانا لميت من اخواتي 2000 جنيه. عظيم، ال 12000 دول هيجيبوا حوالي 12 خيمه. هما كويسين، خصوصا ان في متطوعين هيبعتوا لنا خيام تانية. بس اعملوا حسابكم ان احتمال الاعتصام يطول. محدش هيرجع عن موقفه بالسهل. طب والناس اللي ماتت دي ايه؟ مالهمش ديه؟ الله يرحمه. مين هيجي معايا وانا بشتري الحاجات؟ مش قلت لك يا مولانا إن الله مع الصابرين، وحضرتك صبرت صبر المؤمنين واستحملت رذالات كتير زي الراجل بتاع فك العمل وهدم الهرم ده لحد ما ربنا سبحانه وتعالى جزاك خير. ونعم بالله يا عبد الرحمن، الحمد لله رب العالمين. أنا كنت متأكد إن ده هيحصل، ما هو مش معقولة داعية زي حضرتك كل اللي بيسمعه بيحب دينه أكتر ويتمسك بيه أكتر ويعرف إنه دين العقل، ومع ذلك ما يلاقيش فرصته ويلاقيها كل اللي بيشوهه الإسلام. تعرف يا عبد الرحمن، أنا كنت تعبت بجد وبقتش عارف فين الصح وفين الغلط لحد ما صاحب القناة ربنا هداه وعمل البرنامج ده. يا أستاذنا، حضرتك مكسب للقناة دي ولأي قناة تانية، كفاية علمك الغزير. تعرف يا عبد الرحمن، أنا خايف كأني أول مرة أتكلم في الدين. جايز علشان التلفزيون حاجة ومواجهة الناس حاجة تانية. مش عارف، يمكن، بس أنا خايف وخلاص. ده مش خوف يا شيخ، ده حرص على الكمال، والكمال لله وحده سبحانه. أنا متأكد إن شاء الله من النجاح، ومن إن ربنا سبحانه وتعالى هيجعلك سبب في نصرة الدين إن شاء الله. عبد الرحمن إن شاء الله. وناوي أول حلقة بقى تبع عن إيه؟ إخواني وأخواتي في الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين، النبي الأمي ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. عارفين يعني إيه تسكن؟ هو شكله حلو قوي. بس حبيبتي خلينا نسمع، إيش معنى يعني الدين والنساء؟ أنا عارفة يعني جمهوره كله هيبقى ستات.